شبابي شبابي دنيا كلها شبابي والسهر والحكاية والحوادي كلها دايرة عليك والكلام كان عليك واللي كان خايف عليك انتهى من بين ايديك. كان أحد أشد الداعمين للرئيس جمال عبد الناصر، وبالرغم من كده والاختلاف وجهات النظر، جمال عبد الناصر بيقوم بحبس معظم مثقفي هذا الجيل، واللي كان من ضمنهم الشاعر مجدي نجيب كاتب أغنية شبابيك. شبابيك الزنزانة اللي كانت هي الدنيا كلها بالنسبة للمساجين. في عتاب على جمال وعتاب على حبه لمصر بيكتب الشاعر الأغنية بعد خروجه من المعتقل، لما بيلاقي صعوبة إنه يشتغل في أي مكان بعد ما بيعرفوا إنه كان مسجون. سرقت عمري من أحزاني، سرقت لكن مجاني. أحد أقوى كلمات الأغنية اللي بتوري لنا حالة الشاعر اللي بيسرق عمره من حزنه، يعني حزنه أكبر بكتير من عمره، وبالرغم من كده عمره برضو ضاع جوه الزنزانة. تشبيهات زي زراعة نبات اسمه الصبر عن طريق ريه بماء الدموع وأيام العمر قدرت تحسسنا المعاناة داخل الزنزانة. احنا كنا بنحب عبد الناصر جدا، اللي كان خايف عليك انتهى من بين ايديك، يعني انت الراجل الكبير الامل بتاعنا وانت بتحبسني وانا بقول لك انت بحبك وفوق راسي. وبالرغم من المعاني العميقة دي الا ان اي حد بيسمع الاغنية دي بيفكرها اغنية رومانسية الواحد بيغنيها لحبيبته، في مزيج من الحب والالم، والمزيج ده بيعمله لنا الموسيقار العبقري يحيى خليل عن طريق تشيلو حزين تحت كمانجات فوق مليانة ديناميكية وامل. اسمع كويس. خطين منفصلين تماما الا انه بهارموني عبقري بيخليهم واحد، والكريزه بتتحط بصوت شاب اسمر اسمه محمد منير جاي من جنوب اسوان عشان يحكي لنا دايما باساليب غير مباشره عن معاناه فلاحين وعمال وطلبه في مواجهتهم للاحتلال العسكري، سواء كان احتلال خارجي او للاسف داخلي.